هتتفاجئ لما تعرف ان الاغنية اللي طول عمرنا بنسمعها ومفكرين فيروز بتغنيها لحبيبها اللي هجرها وسافر ما طلعتش لحبيبها ولا حاجة، دي طلعت لابنها زياد الرحباني. ابن فيروز هجر لبنان وسافر جري ورا حبيبته دلال كرم عشان يتجوزها. زياد لما هاجر لبنان ما قالش لحد هو راجع امتى ولا راجع اصلا ولا لا. ومرت السنين بعد هجرة زياد وفجأة شافته فيروز في لبنان، ووقتها اول ما شافته سألته كيفك انت؟ عم بيقولوا صار عندك ولاد، انا والله كنت مفكرتك برات لبنان. ووقتها ابن فيروز اتأثر قوي وزعل من نفسه وقرر ياخد كلماتها ويكتبها أغنية. زياد الرحباني ابن فيروز راح لها زيارة ومعاه شريط عليه كلمات الأغنية بصوته وطلب منها إنها تسمعها وتغنيها، لكن وقتها فيروز قالت له لما الكهرباء تيجي عشان النور قاطع دلوقتي، لكنه أصر إنها تسمعها في وجوده عشان يوضح لها الكلمات. الغريب إن فيروز لما سمعت الأغنية وقتها ما وافقتش عليها لأنها استغربت كلماتها جدا، خاصة كلمة ملا أنت. فقرر زياد إنه يسيب لها الأغنية عشان تقرر براحتها، وبعد 4 سنين قررت فيروز إنها هتغني الأغنية دي عشان تفضل محفورة في قلوب محبي جارة القمر فيروز.